شفت قاعد مثل ما انت شايف. ارجوك لا تخاف، انا ما اخوف احد. مثل ما قلت صار لي سنين محبوسة بهذه المرايا وما حد يسأل عني. كانوا مغطين المرايا على مود لا حد يشوفني ولا اقدر اتكلم مع احد. بس اني ما الي ذنب باي شي، محبوسة محبوسة اي محبوسة، ما اقدر اطلع. مثل ما انت شايف ما اقدر اطلع من هاي المرايا. ليش؟ زمان هواية زمان كنت أنوم الناس بشي يسموه تنويم مغناطيسي، وكنت أستخدم الشمعة على مود ينامون. بس بوقتها اتهموني بالسحر والشعوذة وحبسوني بهذه المرايا. حبسوني، فكروني متت، بس هذه المرايا ما موتتني لكن حبستني للأبد. الطريقة الوحيدة حتى أطلع من هاي المرايا هي أني أرجع وأنوم إنسان واحد بس بالتنويم اللي كنت اسويه. ومن انومه راح تتكسر المرايا واطلع من جديد واحيا حياتي واعيش. ارجوك ساعدني، ساعدني اطلع من هذه المرايا. خليني انومك ولو مرة واحدة بس، ارجوك. مثل ما انت شايف صار لي هواية محبوسة ما اقدر اطلع. خليني اعيش حياتي من جديد، ولما اطلع اي شي تريداني اسوي واي شي تريد احقق لك اياه واساعدك. بس خليني مرة واحدة انام. ممكن صحيح راح انومك بشمعة ترتاح عليها. شكرا، اني متأكدة انك انت راح ترتاح هواية على هذا الاسلوب من النوم. هذه الشمعة مثل ما شايف جنت انوم بيها الناس، بس من لما حبسوني صارت الشمعة تبجي دم مثل ما انت شايف. كل ما اشغلها بهذا العالم دائما ينزل من عندها دم. هذا جرح قلبي اللي انت راح تشفيه اذا نمت، لانك راح تحرر روحي المسكينة. ابدأ وباور.
has said. Enokushi of Jesedek, Yerta, O Istari. Entarionek, Bes, Alana the Shema, Elide Drakas, Seb and Fasi. Enteliom, Ay Shibsela. وراح تكون بسلام لأنك راح تحضر الروح تعبت كل هذه السنين وهي تنتظر الشخص اللي يقدر يحررها واللي هو أنت. شوف الدم اللي ينزل من هذه الشمعة شلون يذوب وينزل. اتخيل كل القلق كل الخوف تيذوب وينزل من جسمك مثل ما بينزل هذا الشمع من الشمع. شوف هذه الشمع شلون تذوب وحس انه جسدك قاعد يذوب مثل هذه الشمعة من الراحة والطمأنينة. كل ما ركزت على نار هذه الشمعة كل ما حسيت عيونك جاي تنعس أكثر وأكثر وأكبر. كل ما ركزت وبوعد على هذه الشمعة كل ما كل شيء من حواليك يبدأ يختفي. لما تركز على نار هذه الشمعة كل شيء حواليك يبدأ يختفي وما تشوف إلا النور الساطع من هذه الشمعة واللي يخليك تكون مرتاح يخليك تنسى أي شيء حواليك تنسى أفكارك تنسى همومك وتحاول تركز على الشمعة وشلون قاعد ينزل من عدها دم أحمر. اعتبر هذا الدم هو جروحك هو آلامك ومثل ما هذا الدم قاعد يذوب وينزل ويتجمد اتخيل انه جروحك قاعد يذوب وتنزل وتتلاشى وتختفي لأن الدنيا مخبيت لك شغلات أحلى وأحسن من جروحك. هذه الشمعة وهذا النار اللي ممكن الناس تخاف منه يجلب لك السكينة الدفء الراحة. كل ما اتباوع على نار هذه الشمعة اتخيل المكان اللي انت جنت تحس بيه بدفء ممكن يكون اي مكان ممكن يكون اي شيء يذكرك بذكرى حلوة بمكان حلو مع ناس تحبهم. انت الان كلش مرتاح كلش مسترخي عضلات جسمك مسترخية وعقلك هادئ ومسترخي
facial hair surgery. انتل الان في سلام دائم. في سلام. انتل الان في سلام. وماكو شي رح يعكر لك مزاجك. عيونك هتبدي تتغمض من حاله. وراح تقدر تنام في سلام. انت الان من شدة النظر على نار الشمعة بدت عيونك تسارع على انها تنقفل. وراح تبدي تشوفني على اني اثنين مو واحد. Say, 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 say.